ومتابعينا بصباح احنا وصلنا لأولى فقراتنا، رح نروح إلى عالم طب العيون. فأحد الأسباب يلي رح نحكي عنها، أو عفوا الأمراض، هو الماء الأبيض. هو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالعمى في العالم، ويصاب به الشخص مع التقدم بالعمر. ورغم عدم توفر علاج دوائي، إلا أنه هناك تقنيات زراعة عدسة اصطناعية في عين المريض بدلاً من الطبيعية، هو من أحد الحلول الموجودة الآن. شو أسباب الساد أو الماء البيضاء، وشو هي أعراضها، وكيف بينصاب فيها المريض، وكيف بتتطور؟ رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع الدكتور باسل إبراهيم، اختصاص أمراض العين. صباح الخير دكتور، يسعد صباحك. يسعد صباحكم ان شاء الله، وصباح الساده المشاهدين. اهلا وسهلا، يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نتعرف من حضرتك عن المرض واسبابه. تمام. هلا قبل ما نحكي احنا عن الماء الابيض او نحكي عن الساد، بنحكي عن العدسه اللي هي الجزء بينصاب فيها الماء الابيض او الساد. هلا العدسه هي الجزء من العين الشفاف يلي بيكون بين القزحيه والخلط الزجاجي. هو بنشبه عمله بالكاميرا، بيستقبل الضوء اللي جاي من القرنيه وبيفوكس الضوء على الشبكية لتنتقل الصورة عبر العصب البصري للدماغ. الشفافية تبع العدسة أخذتها من كونها فيها بروتين شفاف اسمه الكريستالين. هذا الكريستالين مثل الكريستال بالضبط، يعني بينتظم تقريبا على بشكل متراكز بحدود 20,000 طبقة بشكل مضغوط كتير، وبالتالي بيعطينا المنظر الشفاف للعدسة. هلأ لأسباب معينة بصير في عنا احنا كثافة بالجسم البلوري أو كثافة بالعدسة، وهذا هو تعريف الماء الأبيض أو الساد. العدسة بمجرد ما أنه يجي الضوء من القرنية بتفوكس الضوء أو الخيال على الشبكية بشكل كتير دقيق. لما يكون في عنا احنا كثافة بالجسم البلوري، فهذا تسليط الضوء إذا صح التعبير بيكون مشتت، يعني الصورة ما بتكون واضحة لما تكون العدسة شفافة. فأهمية الساد أو الماء الأبيض هو مرض شائع جدا، بصيب أعمار مختلفة، ما بس بصيب الأعمار الكبيرة، يعني بحدود 60% من المرضى اللي أعمارهم بين 50 و60 سنة، و90% من الناس اللي أعمارهم بين 70 و80 سنة عم بيشكوا من الساد. فهو مرض شائع جدا، مرض بصيب كل الأعمار. في عنا ساد شيخوخي بصيب الكبار، في عنا ساد طفلي أو خلقي، وفي عنا ساد رضي بصيب الناس بالمراحل المختلفة إذا تعرضوا لرض بشكل مباشر على العين، بالإضافة ساد دوائي أحياناً بسبب بعض الأدوية مثل الكورتيزونات مثل ما رح نحكي لاحقاً. نعم دكتور، عم نشوف من الصور يلي عم تنعرض على الشاشة في لون العين بصير أبيض، يعني هي إحدى دلالات ولا المفروض هيك يصير بلون العين، ولا ممكن يكون في إصابة بالساد وما في لون أبيض بالعين؟ تمام. هلأ بالنسبة للأعراض أو العلامات اللي يعني بيشكي منها مريض الساد، صراحة الأعراض الأولى هي تشوش الرؤية، يعني هي الأعراض بصرية بالدرجة الأولى. بيشكي المريض من تشوش بالرؤية تدريجي، أول شيء بيكون ماله حاسس فيه المريض، خاصة إذا كان مثلاً الساد بالأقسام المحيطية للعدسة وماله بمركز الرؤية، فالمريض ما بيحس أصلاً إنه في عنا أشكال. مع تقدم الوقت ومع تطور الساد بصير في عنا تشوش بالرؤية بيزيد تدريجياً. ممكن المريض يتغلب على هذا الموضوع عن طريق يعني نظارة. هاي النظارة بس رح تظهر هاي البقعة البيضاء بهي مراحل متأخرة. أوكي. يعني إحنا لما يصير الساد بشكل ناضج يوميتها بقى ممكن يلاحظ الشخص اللي قباله إنه في عنا إحنا نقطة بالعين أو في عنا بياضة بالعين. بس المريض يحط النظارة بعد فترة ممكن ما عاد يرتاح فيها للنظارة، بيحتاج لتغيير النظارة أكثر من مرة. بيشكي المريض خاصة اللي بيسوق بالليل من هالات حول الضوء، بيشكي أحيانا من رؤية مزدوجة بنفس العين، يعني إذا العين اللي مع اللي عم بتشوفه منيح سكرها وشاف بالعين الثانية بيلاقي إنه في عنا إحنا ازدواجية بالرؤية أكثر من شكل، يعني أكثر من شخص قباله، أكثر من سيارة قباله، بيلاقي في هالات حوالين الضوء. وهذا الشيء اللي بيخلق صراحة مشكلة كتير كبيرة للسائقين، وخاصة بالليل وعلى مسافات طويلة. بعض الناس اللي بيقروا أو اللي بيشتغلوا على الكمبيوتر لفترات طويلة بيلاقوا بالضوء القوي، خاصة إذا كانت الساد مركزي بشكل منيح، بصير في عنا صعوبات بالقراءة. هي الأعراض بشكل عام هي اللي بتدفع مريض الساد لأنه يفحص عينه. بالنسبة لموضوع البياض اللي موجود بالعين، مثل ما حكيت لحضرتك إنه هو عرض متأخر أو علامة متأخرة، لما يصير عنا الساد ناضج بتراكم ومن خلال ببو العين او من خلال الحدقه بيبين عنا انه في عنا بياضه بالعين. ميزه الساد انه ما بيعمل الم وما بيعمل حرقه ولا بيعمل حكه ولا تغير بشكل العين ولا تدميع. العرض الاساسي فيه هي الاعراض البصريه.
طيب دكتور خلينا نشرح للمشاهدين اكثر كيف بتتشكل هاي المي البيضاء بقلب العين، وطريقه تشكلها بتختلف حسب المسبب. الى ذكرنا نحن عده مسببات للساد. تمام. هلا بالنسبه لاسباب الساد قائمه تطول، ولكن احنا بنحكي باهم الاسباب. الاسباب الاساسيه صراحه هو التقدم بالعمر مثل ما تفضلتوا اول شيء. التقدم بالعمر لاسباب استقلابيه، العدسه مثل ما حكينا هي عدسه شفافه. تقدم بالعمر بسبب تراكم المواد المؤكسده، بسبب تراكم الجذور الحره اللي هي ناتجه عن تقدم بالعمر، حتى كمان التعرض للاشعه فوق البنفسجيه اللي صادره من الشمس لفترات طويله والعمر طويل، هذا الشيء بيسبب تكثف بالبلوره او تكثف بالبروتينات العدسيه بتخليها ما لها شفافه مثل العدسه العاديه. هلا طبعا هذا الساد الشيخي، بالمقابل في عندنا ساد طفلي او ساد خلقي، الطفل بيخلق في عنده ساد. هي طبعا غالبا الاسباب بتكون وراثيه، بتكون طفرات وراثيه، او بتكون احيانا مشاكل التهابيه داخل رحم الام. الطفل بيطلع من رحم امه يعني بالولاده، اما بيكون في عنده ساد مهم وهذا بده تداخل سريع جدا، لانه الطفل بعمر النضج البصري اذا كان في عائق بيمنعه من انه يشوف منيح بتطور عنه كسل وظيفي. حتى لو لاحقا عملنا له احنا عمليه وسحبنا له الساد بيتم عنده هذا الكسل الوظيفي وما عاد في طريقه لحتى نحسن الرؤيه بهي العين. هذا السبب الاول هو السبب الاشعه، هو التقدم بالعمر. في عندنا اسباب ثانيه من اهمها تعرض الاشعاعات، يعني الاشعه فوق البنفسجيه الصادره من الشمس تعرض لفترات طويله من احد اسباب الساد. بعض الدراسات بتقول انه اشعه الميكروويف بالبيت احيانا ممكن كمان تؤدي للساد ولكن على المدى الطويل. طبعا هو موضوع ما له مثبت علميا بس في شويه دراسات. التعرض للحراره العاليه بيعمل على تخسير البروتينات، لانه مثل ما حكينا احنا العدسه هي عباره عن بروتينات موجوده، فالتعرض للحراره العاليه مثل المزارعين، مثل اللي بتعرضوا للحراره العاليه بالافران او عمال المناجم او الناس اللي بيشتغلوا بالزجاج، هدول بتعرضوا لحراره عاليه وبالتالي كمان ممكن يصير في عندنا ساد. سبب كثير مهم بمجتمعنا هو الداء السكري. الداء السكري بيؤدي لحدوث مي بيضاء باعمار باكره، ابكر كمان من 50 و60 سنه. سبب مهم هو التدخين، كمان هو سبب كثير اساسي لانه بيسبب تراكم المواد المؤكسده ضمن العدسه، بالاضافه للالتهابات داخل العين والعمليات الجراحيه داخل العين. طبعا القائمه تطول باسباب الساد، ولكن في له اسباب كثير الساد، ولكن التدبير بالاخر هو نفسه. نعم دكتور، خلينا نحكي عن الحلول. نعم. يعني نحن يعني عند الاصابه بالساد في بالبدايه مثلا نوع من الاطراف، هلا نحن ذكرنا بالمقدمه انه للاسف ما في علاج غير هو علاج استبدال او زراعه عدسات جديده بالعين. تمام. خلينا نحكي انه نحن بنبلش بحلول ثانيه وبس بدنا نزرع، شو هي الحالات الشاذه اللي نحن ما فينا نزرع فيها عدسات؟ تمام. هلا بالنسبه للعلاج كثير صار في اقاويل عن علاج او تدبير او امور بتاخر من تطور المي البيضاء او تطور الساد، ولكن صراحه كل هالامور هي ما لها مثبت علميا. المثبت علميا والعلاج الناجح والناجع هو استخراج الساد بالامواج فوق الصوتيه مع زراعه عدسه داخل العين. كيف خلينا نحكي كيف؟ طبعا هلا هذا الاجراء صراحه مر بمراحل تطوريه كثير لبين ما وصل للمرحله الجديده او المرحله اللي حاليا احنا عم نشتغل فيها اللي هي احنا مسميها الفاكو او استخراج الساد بالامواج فوق الصوتيه. بيميز هذا الاجراء انه هو اجراء امن ناجح بنسبه فوق 90 95%. العمليه بتتم تحت التخدير الموضعي، المريض فايق عن طريق الاطره. احنا رغم انه العين عضو حساس كثير مثل ما بنعرف، ما بيحتاج غرفة يعني عمليات وتخدير عام، ما بيحتاج فترة نقاهة طويلة، ما بيحتاج نومة بالمشفى، والتأهيل البصري للمريض خلال أيام ممكن يرجع المريض لرؤيته الطبيعية. فهو إجراء كتير ناجح وكتير فعال، وحتى ما بيحتاج قطب. يعني إحنا السحب الساد بيكون عن طريق شق بحدود 2.5 ل 3 ميلي، بتسكر بنهاية العمل الجراحي وبدون قطب. فلذلك هذا الاجراء خلق صراحه ثوره كثير كبيره بمجال طب وجراحه العيون، لانه المريض بتعرفوا الرؤيه تبعه هو بوابته للعالم. فلما يكون من الدنيا بشكل كثير كبير وبعد يوم او يومين من العمليه يرجع يشوف الدنيا مثل اول، فهو شيء كثير منيح بيخدم الانسان بشكل كثير كبير حتى وبيحسن من نفسه. هلا السؤال الثاني اللي هو موضوع زرع العدسه، نادرا ما احنا نعمل سحب مي وزرع ويعني سحب مي او سحب ساد بدون ما نزرع عدسه، لانه صراحه العدسه هي يعني بتقعد محل العدسه اللي بالاصل هي بتفوكس الضوء اللي فايت من القرنيه على الشبكيه. فاحنا اذا ما في عندنا
عدسه، فاحنا هذا الضوء رح يتشتت ويتبعثر وما حيشوف يعني ما حيشوف المريض. وقت الاصابه بالساد ما رح يعني ما رح تتاثر باقي طبقات العين؟ هلا الساد يعني خاصه احنا بنسحبه وعم تقول وبنزرع بداله يعني باقي الطبقات والشبكيه وهيك ما في شيء رح أبداً يتاثر ابدا. هلا هذا الاجراء امن لدرجه انه انا بدخل من القرنيه للبيت الامامي وتبع العين اللي هي الحجره الاماميه للعين وبسحب الساد تمام بدون ما أثر لا على الشبكية ولا أثر على الخلط الزجاجي ولا أثر على القرنية، فهو إجراء بس بيتعلق بالعدسة المتكثفة عند الإنسان اللي أنا بالأصل بزرع بدالها عدسة شفافة لحتى يشوف المريض. مثل ما حكينا حالات نادرة جدا اللي أنا ما بزرع فيها عدسة، وبهالحالات هي أنا بستعيض عن العدسة اللي بدي أزرع داخل عين نظارات السميكة طبعا لحد أقدر أزرع عدسة. دكتور لما نحكي عن عمليات جراحية متعودين بما يخص العين نستخدم تقنية الليزر أو الليزك فينا نعم. نقول هل هذا الشيء مستخدم بالمال الأبيض؟ بدي أسأل كمان عن الرؤية ممكن تتراجع بعد الإصابة بالمي البيضاء؟ تمام. هلا احنا بعد سحب الساد من العين وزرع العدسة يفترض أن الرؤية تتحسن خلال أيام. هلا بعد فترة من زراعة العدسة ممكن أحيانا يصير في عندنا تراجع بالرؤية. هذا التراجع ما سببه أنه المي البيضة رجعت مثل ما بعض العالم يعني بتفكر. هذا سببه أنه إحنا بعد ما نزرع العدسة بصير في عنا أحيانا ردة فعل من بعض العالم على العدسة كونه جسم غريب، بصير في عنا تكثف على سطح العدسة الخلفية. طبعا هذا التكثف ممكن يصير خلال أشهر خلال سنوات، ممكن عند العالم بعض العالم يعني ما يصير أصلا. علاجه بسيط جدا عن طريق ليزر اسمه الياج ليزر، اجراء بياخذ تقريبا دقيقه لدقيقتين، بننظف فيه هالتكثف هذا وبترجع الرؤيه فيه طبيعيه عند المريض. اما بالنسبه للليزك او الليزر لتصحيح بعد عمليات الساد او الماء الابيض، يعني احنا بالاصل سحب الساد وزرع العدسه يقوم بمقام تصحيح للبعيد، يعني احنا بس يكون عند المريض في درجات عاليه ويكون في عنده ساد، احنا بس نزرع العدسه حتى منصلح كمان الدرجات اللي كانت موجوده عند المريض، منصلح له اياها خلال العمليه. هلا بتبقى بعض الحالات اللي بيكون في عندنا حرج عند المريض، حرج عالي عند المريض، او مثلا بزيد في عندنا درجات بعد عمليه استخراج الساد، هي ممكن تتصلح بالليزر، ولكن هي بشكل ما له روتيني يعني. الشيء الروتيني انه احنا بعد عمليات زرع العدسه او سحب المي وزرع العدسه، يوميتها بيأمن المريض او بتأمل المريض رؤيه جيده للبعيد. طبعا في عندنا عدسات جديده حاليا عم نزرعها، هي عدسات بنسميها احنا متعدده المحارق، هي بتأمل رؤيه جيده للمريض بكافه المسافات، المسافه المتوسطه والمسافه القريبه والمسافه البعيده، والمريض ما بقى يحتاج لا نظاره لا للقريب ولا للبعيد. نعم. دكتور خلينا نحكي شو فرق بين المي البيضاء والمي الزرقاء؟ في مي سوداء ما؟ تمام. في مي سوداء؟ هلا من البدايه انا حابب بس يعني نوه انه احنا يفضل لما نحكي للمرضى بعياداتنا نحكي لهم مصطلح الساد اكثر ما نحكي له مصطلح المي البيضاء صراحه، لانه عم بصير في لغط كثير كبير ما بس عندنا بالبلد يعني حتى كمان بكل البلدان العربيه بموضوع المي البيضاء والمي السوداء والمي الزرقاء. هلا المي البيضاء تجاوزا او الساد هو عباره عن تكثف بالجسم البلوري بيؤدي لتشوش بالرؤيه، ما بيأثر على باقي اعصاب على باقي اجزاء العين، هو فقط بالعدسه بيعمل تشوش بالرؤيه او عمى، ولكن عكوس يعني هذا العمى خلال عمليه الساد او بعد عمليه الساد احنا تتحسن هي الرؤيه خلص وبترجع الامور طبيعيه. الماء الاسود او احنا بنسميه الزرق او الجلوكوما، بعض البلدان مثل السعوديه بيسموه كمان الماء الازرق او النزول الازرق او الجلوكوم، هو عباره عن افه بتصيب العصب البصري بتعمل خلل بمجال الابصار يعني بالساحه البصريه. هلا انا لما عم بتطلع هون بالاستديو ما بس عم بتطلع لقدام، في عندي ساحه بصريه بكل عين على اليمين على اليسار وفوق وتحت، هي العين الطبيعيه بتميزها. بمرض الجلوكوم او مرض الماء الاسود او مرض الزرق بصير في عنا احنا خلل بالعصب البصري، وبالتالي في عنا سواد بالساحه البصريه او بالساحه بالساحه الابصاريه. للاسف انه هذا الخلل بصير بشكل مترقي وبدون اعراض، يعني المريض ما بيحس على هذا الموضوع الا لما يصير مرحله متقدمه ويصير في عنا تشوش رؤيه شديد وتضل عنا رؤيه بس مركزيه انبوبيه احنا بنسميها، وللاسف بهالحاله ما بقى نقدر نعمل شيء غير الحفاظ على الموجود فقط. فلذلك بسموه سارق النظر يلي هو الماء الاسود او الجلوكوما. فلذلك الزرق او الجلوكوما مختلف كليا عن الساد او الماء الابيض، كل واحد بصيب جزء معين من اجزاء العين. المرض الماء الابيض هو مرض عكوس، اما مرض الماء الاسود او الزرق هو مرض غير عكوس. طبعا الموضوع بده متابعه دوريه
بالنسبة للماء الأسود أو الزرق، لأنه كل ما بكرنا بعلاج المرض أكثر كل ما حافظنا على نسبة أكثر من رؤية المريض. دكتور خلينا نرجع للماء الأبيض والإصابة، في توصيات ساد. في توصيات خاصة ممكن اليوم نوجهها للأشخاص اللي انصابوا بهذا المرض، وإذا في علاجات متممة ممكن تكون بعد الإصابة بالساد. تمام. هلأ مثل ما حكينا أنه إحنا الإصابة بالساد هي إصابة مترقية رح تزيد مع تقدم العمر، وما في عنا أي آلية أو أي وسيلة لحتى نوقف هذا التطور أو لأنه حتى يتراجع. يعني مثل ما حكينا في كتير أطرات نزلت، دعايات لمتممات غذائية، لفيتامينات، لأغذية معينة، لنظارات بتحمي من الساد. هذا الكلام كله صراحة علمياً ما ثبت. بيضل بقى عند المريض اللي في عنده مشاكل مرضية، مثل مثلاً مرض السكر مثل ما حكينا. ضبط السكر ثبت أنه ضبط السكر بيخفف من تطور الساد. ضبط جرعة الكورتيزونات اللي هي سبب دوائي مهم بالساد بتخفف كمان من تطور الساد. تخفيف التعرض من الحرارة والأشعة فوق البنفسجية كمان بيخفف من تطور الساد. هلأ بالنسبة للتغذية المتوازنة في صراحة دراسات، في يعني بعض الأبحاث بتدل أنه التغذية المتوازنة، الفيتامينات، الأكل المتوازن، الصحة العامة، التحسين الأكسجة والتروية الدموية بالجسم ممكن يخفف كمان من تطور الساد يعني بشكل ملحوظ. المرضى يلي في عندهم تشوش بالرؤية أو في عندهم رؤية مزدوجة أو في عندهم هالات حول الضوء لازم يسارعوا بمراجعة الطبيب. إذا حكى لهم في عندهم ساد أو في عندهم بداية ساد يفترض أنه إحنا يعني يكون في مراجعة دورية كل فترة 6 شهور تقريباً، أقل أكثر على حسب ما بيشوفه الطبيب، بالإضافة لضبط عوامل الخطورة خاصة إذا في عندنا إحنا مثلاً عوامل وراثية سواء الضغط، سواء ارتفاع السكر، سواء أمراض قلبية بدها تنضبط، هاي كلياتها بتخفف من تطور سير المرض. بس في نقطة أنا بدي أحكيها كتير بتجينا إحنا يعني المرضى اللي جايين على العيادة لأول مرة وكتير مخوفين إنه لا يقول لك بدك عملية والعملية بتخوف والعين عضو حساس وفلان عمله وما نشحت وفلان عمله وما زبطت. أنا بس بدي ألفت نظر لشغلة، بعد نسبة النجاح العالية اللي تحققت بجراحة الساد صراحة صار استطباب إزالة الساد هي بس تتأثر حياة المريض والوظائف اليومية للمريض. يعني بمعنى اللي بيقود لمسافات طويلة بمجرد ما أنه صار في عنده زوغان، صار في عنده تشوش بالرؤية خاصة بالليل، صار في عنده هالات حول الضوء، هذا صار استطباب للعملية حتى لو كان بالإضاءة الخافتة عم بيشوف رؤية كويسة. الشخص اللي موجود بالبيت واللي عم بيشوف مثلاً رؤية 6 من 10 وهو ما في عنده نشاطات، قاعد بالبيت ومرتاح وما في عنده إشكال، فهذا ما له كتير استطباب لإزالة الساد. فكل مريض شكل وكل طبعاً. مريض فيه له استطباب لإزالة أو عدم إزالة الساد. نعم. دكتور بالختام لكل حدا ناوي يبدل العدسات أو عم يعاني من الساد ولكن هو كبير بالعمر، عنده سكري، عنده تمام. أمراض قلبية، عنده ارتفاع ضغط الدم، خلينا نحكي هل أنه تبديل العدسات ممكن يأثر على حياته مع تمام. العلم أنه هلا ذكرنا من شوي أنه هو ما فيه تخمير. يعني البنج موضعي تماما. هلأ مثل ما حكينا أهم سبب للحدوث الساد هو تقدم بالعمر، سكري وتقدم ولكن تمام. من إيجابيات العملية مثل ما تفضلتي أنه هي بتصير تحت التخدير الموضعي، يعني أطرة أو حقنة حول العين، ما في إلى أي تداخلات على الصحة العامة سواء كان مريض ضغط ولا كان مريض سكر ولا كان مريض عنده مشاكل قلبية ولا في مجازات قلبية، هذا كلياته ما بيأثر على تكنيك العملية أو إجراء العملية. ولكن بالنسبة للمرضى الكبار من الضروري جدا أنه أنا قبل ما يعني أجري عملية الساد لازم أنا أشوف وضع شبكية عينه للمريض. كتير في من المرضى الكبار فوق 70 سنة أو 60 سنة بيكون في عندهم شيء اسمه اعتلال اللطخة الشيخي أو اعتلال اللطخة بتقدم العمر. هلا هدول المرضى هذا ما له مضاد استطباب بشان إجراء عملية الساد، ولكن بيختلف الإنذار. يعني إذا كان في عندنا إحنا تأثير على الشبكية وهذا التأثير مهم، لازم أنا أحط المريض بالصورة أنه أنت نسبة نجاح العملية أو نسبة استفادتك من العملية هي كذا. نفس الموضوع بينطبق على مرض السكر، لأنه مريض السكر بتعرفوا أنتوا السكر بيعمل مشاكل بالشبكية، بيعمل كمان ساد وبيعمل كمان وزمة باللطخة الصفراء.
فأنا مريض السكر أنا لازم أفحصه فحص دقيق. عدا عن موضوع ضبط السكر أنا بدي أشوف شبكيته كمان، إذا منصابة متأسرة فيها نزوف فيها وزمة باللطخة، هذا الموضوع كلياته لازم يتعالج صراحة قبل ما أنا دخل المريض على العملية قدر الإمكان طبعا. يعني أحيانا بيكون الساد ناضج لدرجة أنا ما بقدر أشوف الشبكية أصلا، بس بعض الحالات اللي أنا بقدر أشوف الشبكية وشوفها أنه هي متأثرة يفضل أنه أنا عالج الشبكية قبل ما دخل المريض على العملية، لأنه كتير بتفرق لما المريض تكون شبكيته معالجة قبل العملية وبين لما تكون الشبكية غير معالجة، سواء من ناحية الإنذار أو من ناحية تحسن الرؤية. نعم دكتور، يمكن أغلب الأمراض بتشترك بنصيحة لازم تكون هي عدم الإهمال، وخصوصا أمراض العين ما نقول أنه تغبيش بالرؤية وخلص بيروح أو ماني كتير مفوكس بالرؤية. حكينا عن المرض الساد معك وتعرفنا عليه أكثر، بدنا نشكرك كتير اليوم لوجودك معنا وكل المعلومات القيمة اللي قدمتها. بتشكركم كتير والله يعطيكم ألف عافية يا رب. الله يعافيك، ميرسي كتير لك، شكرا كتير لكم، الله يعطيكم.